إذا لم ترسل الرسوم الدراسية ستظل حالتي مجمدة وتنتقل إلى حالة الفصل. السنوات التي ضيعتها في خلال دراسة الماجستير والدكتوراه يعني ممكن أنها في خلال لحظات أو خلال أشهر فترة معينة نتيجة مماحكات سياسية أن تضيع كلها تذهب هدم. ولا وزارة التعليم العالي بتقول لك ما بيدنا حاجة، تعزيز الربع الثالث للطلاب ما زال معتكز بوزارة المالية. تصلنا في المناسبات الدينية دعوات لإحياء المولد النبوي ونحن نستجيب لها. أحيانا تكثر مثل هذه المناسبات وأحيانا أخرى تقل كثيرا. نجيب صلوات على النبي وهذا ترفيهية للشعب وترفيهية للمسلم وترفيهية للكل كل من يحب الإسلام. والدي ضارب دفوف وكنت أنظر إليه عندما كنت طفلة، فتعلمت منه الضرب على الدف وبدأت بإنشاد المدائح الدينية والتجوال بها. Queen.